بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر مرة، في المرة السابقة، كنا بنتكلم فيها عن الفرق بين المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية في موضوع مهنة التعليم، وذكرنا ما مختصره أن المسؤولية القانونية يتعرض لها الإنسان عندما يرتكب أمرا منصوصا عليه، يعني في هناك لائحة أو قانون يحدد نوع العقوبة وحجم الجزاء المترتب عليها، فبالتالي بيخضع للمساءلة أو المحاسبة القانونية. لكن المسؤولية الأخلاقية تختلف عن ذلك، بمعنى أن الإنسان يقع في شيء، في تصرف معين، يكون في حس الناس من حوله، زملاء المهنة والقائمين على الأمر، يشعرون بأنه وقع في مخالفة، لكن هذه المخالفة لا يوجد نص عليها بالتحديد تماما، وأنه يقدر لها عقوبة معينة. فنقول إنه وقع في مخالفة، لكن هذه المخالفة ليست قانونية، وإنما هي من باب المسؤولية الأدبية أو المسؤولية الأخلاقية التي يفترض أن يراقب الإنسان أو المعلم فيها نفسه. يعني كل إنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني كما أن هناك معايير تكون موجودة في القوانين واللوائح، فهناك معايير ذاتية من داخل الإنسان تنبع. الإنسان يعرف، تقول له إنه هذا خطأ وهذا صواب، هذا خروج عن المألوف وهذا يعتبر شيئا جيدا. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن المنهاج، يعني الفلسطيني الأول كما يسمونه، ونبدأ بالأسس العامة للمناهج. لما بنتكلم عن المنهاج الفلسطيني، المنهاج الفلسطيني مثله مثل أي منهاج يشترك معه في الأسس التي يقوم عليها. هناك أسس للمنهاج بنسميها أسس فلسفية وأسس معرفية، أسس تاريخية، أسس اجتماعية، أسس نفسية. هذه كلها، أي منهاج في الدنيا لازم ينطلق من هذه الأسس. بالتالي الأسس ذاتها التي ينطلق منها المنهاج، من أين نأخذها؟ إيش المبادئ التي نرتكز عليها عندما نستخلص أسس المنهاج؟ نعم. أولاً نأخذها من الفلسفة العامة للمجتمع الفلسطيني، والمقصود بهذه الفلسفة أي تراث ودين وقيم وعادات وتقاليد، يعني لا نتعامل بأي ثقافة أو فلسفة أو أسس إلا بناءً على ثقافة هذا المجتمع وخصائص هذا المجتمع وعرفه وعاداته وتقاليده. ثانياً، من ناحية سياسية أو علمية، أنه وثيقة إعلان دولة فلسطين عام 1988 وطموح الشعب الفلسطيني تجاه المستقبل أصدرت مجموعة من الأسس والمبادئ الذي يجب اتباعها في المدارس والجامعات الفلسطينية بناء على هذه الثقافة. كويس. يعني الآن نحن أمام أشياء مكتوبة، يعني هذه الأشياء مصاغة ومكتوبة في الأساس، ولذلك تعمدنا أن نذكرها كما هي هنا، أنه المصادر التي يستمد منها المنهاج أسسه هي الفلسفة العامة للمجتمع الفلسطيني، التراث، الدين، القيم، العادات، التقاليد. الأصل أنه بالفعل الدين، خاصة لما نتكلم عن الإسلام، يختلف عن الأديان الثانية التي قد تذكر في كثير من الأحيان مع الهوايات مثل جمع الطوابع وسماع الموسيقى والدين. بعض الكتب هكذا تضع الدين في هذه المرتبة. ليش؟ لأنه الدين في العالم الغربي فقد توجيهاته وقيمه الاجتماعية والسلوكية بالنسبة للإنسان، وأصبح شيئا يسيرا جدا في حياة الإنسان، يمثل الجانب الشخصي في حياة الإنسان، وربما يكون معزول عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والتربوية والاجتماعية بالمرة. لكن لما نتكلم نحن عن دين الإسلام، الإسلام يعني هو منهج حياة، منهج حياة بمعنى أنه بيأثر على الجانب الاجتماعي والجانب السلوكي والنفسي والثقافي وشكل العلاقات إلى آخره. فلا وربك لا يؤمنون، المسألة مش مخير فيها الإنسان أنه يقول أنا مسلم وبعدين، لكن لا أريد أنه الإسلام يحكم كل حياتي، ممكن يحكم جانب والجوانب الأخرى أنا حر فيها. لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفس الشيء، النداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة من جميع جوانبه. ليس هناك مجال أن يقول الإنسان من ناحية الإيمان أنا مسلم، لكن من الناحية الاجتماعية والنشاط الاقتصادي والأشياء الثانية أنا ربما أكون تأثرت بالاشتراكية أو بالليبرالية أو غير ذلك. لا، القضية في الإسلام مختلفة تماما. الدين الإسلامي جاء ليحكم ويهيمن على حياة الإنسان المسلم ويوجهها من جميع الجوانب. فالأصل أنه
المفروض يكون الترتيب كالتالي، انه الفلسفة العامة للمجتمع التي تتمثل في الإسلام عقيدة وشريعة وفكرا وسلوكا، وينبع من ذلك جميع ما يترتب على ذلك، التراث الإسلامي الطويل، القيم والعادات والتقاليد وغيرها، إضافة إلى الوثيقة جعلها مصدرا يعني من مصادر أو أساسا من أسس المنهاج، وثيقة إعلان دولة فلسطين 1988. طيب الآن ننتقل إلى أهم الأسس العامة التي يرتكز عليها المنهاج. عندنا أكيد كما ترون الأسس الفكرية والوطنية، الأسس الأساسي الاجتماعي، الأسس المعرفية، الأسس النفسية، هذه كلها بتعتبر أسسا ينبني عليها المنهاج. لما بنقول أسس فكرية وطنية، هذا يعني أن لدينا مجموعة من المسلمات الفكرية والوطنية ينبغي أن تكون موجهات للمحتوى والمقرر والنشاطات والخبرات التي تقدم في المنهاج، لا نستطيع أن نخرج عليها، بل بالعكس نحن نريد أن نخدمها من خلال هذا المنهاج، أنه عندنا مسلمات فكرية وطنية. نفس الشيء لما بنقول الأساس الاجتماعي، هذا يعني أنه هناك مبادئ اجتماعية، لدينا قواعد أسس اجتماعية بتحكم علاقة الفرد بالفرد، الفرد بالمجتمع، المجتمعات الصغيرة بعضها ببعض داخل المجتمع الواسع أو الأمة، هذه ينبغي أن يراعيها المنهاج في كل ما يقدمه للنشء من خبرات ومفاهيم ومقررات وحقائق ومعارف إلى غير ذلك. نفس الشيء لما بنقول الأساس المعرفي، هذا يعني أننا ننطلق من جوانب من الضروري جدا أن يلم بها المتعلم، جوانب معرفية بنعتبر أنها أولويات وأسس، وبالتالي المنهاج سوف يحقق لنا هذا. من خلال المنهاج سنقدم أهم الأمور المعرفية التي ينبغي على كل طالب أن يلم بها وأن يكون مقتنعا بها وأن يكون هذا جزءا من سلوكه. نفس الطريقة لما بنقول الأساس النفسي، لا شك أن المتعلم له جانب وجداني نفسي انفعالي ضمن حاجات، له حاجات أيضا بهذا الشكل، حاجات وجدانية نفسية اجتماعية إلى غير ذلك، فهذه المفروض تراعى والمنهاج يصاغ ويصمم على أساس أنه يلبي هذه الاحتياجات. ليس هناك الحقيقة تفاصيل في هذه اللوحة، لكن نحاول أن نذكر أمثلة، لأن النقاط والبنود التي لدينا في الكتاب يعني لسنا ملزمين بها، فخلينا نذكر على كل أساس من هذه الأسس اللي معروضة أمامنا يعني بطريقة عشوائية نحاول نذكر ثلاث نقاط أساسية. يعني فالأسس الفكرية والوطنية، الأسس الفكرية والوطنية، من تختار لنا أساسا من هذه الأسس ترى أنه مهم؟ نعم، تعزيز الإيمان بالله تعالى والانتماء والولاء لفلسطين. تمام، تعزيز الإيمان بالله هذا يعتبر من الأسس الإيمانية في الأصل، لكن النقطة الثانية اللي بعدها اللي الانتماء، انتماء الإنسان إلى وطنه ومحبته والمحافظة عليه، هذه مسألة فطرة في كل إنسان أنه يحب الوطن الذي ينتمي إليه، يشعر بالانتماء نحوه، يشعر بالأنس، يشعر بالغربة إذا ذهب إلى وطن آخر، في ذات الوقت وطنه له حق عليه أن يحميه وأن يدافع عنه، هذا أساس صحيح. غير ذلك نريد أحنا فقط ثلاثة، يعني مش شرط بالترتيب، ممكن طالبة تختار لنا من الوسط أو من الأخير. نعم، تمام، يعني لما بنقول تعزيز الثقافة الإسلامية، العبارة الثانية هي اللي أوضح، تعتبر أسس فكرية وطنية، أنه احترام الآخرين في ضوء ما نؤمن به من أفكار وما نؤمن به من حوار مع الناس الآخرين أيضا، هذا يعتبر أساس فكري أو أساس وطني. غير ذلك. نعم، الإيمان بالقيم الإنسانية التي تحترم الإنسان وتعزز مكانة العقل وتحض على العلم والعمل والأخلاق والحسن العليا. تمام، الإيمان بهذه الأسس التي لها ثمرة، يعني نحن نقول انه في هناك اسس لها ثمره عمليه، بتحض الانسان على تفكير علمي، بتحض الانسان على قيم معينه، تحضه وتوجهه الى بناء علاقات ذات شكل بناء الى غير ذلك. طيب الاساس الاجتماعي نفس الشيء، نريد انه نذكر، يعني خلينا نذكر اساس، يعني نموذج من الاول ونموذج من الوسط ونموذج من الاخير، على اساس يكون العينه ممثلة كما يقولون، العينة بتكون نوعا ما ممتدة. نعم، التمسك بالقيم الاجتماعية والدينية والحفاظ عليها من أي من التأثيرات الخارجية التي تتعارض مع قيم المجتمع الفلسطيني. تمام، التمسك بالقيم، هناك قيم
بتعتبر قيم اجتماعية، قيم التعاون، التنافس في الخير، الإيثار، قيم إتقان العمل إلى غير ذلك من القيم الجميلة في ديننا، مع الابتعاد وتجنب القيم الاجتماعية التي تقوم على التباغض والتنافس السيء أو غير الشريف والتنازع والصراع وغير ذلك من الأفكار الدخيلة. نريد أيضا أساس يعني من نوع آخر. نعم، سيادة القانون وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين جميعا. تمام، المفروض أن يكون في عندنا معيار بالفعل نتحاكم عليه عند الخلاف، وهو المعروف بالقانون، القوانين التي تحكم، الأصل أن تكون هي التي تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض، وليست موازين القوى هي اللي بتنظم العلاقات، إنما القانون. فإذا احتكمنا إلى القانون بنرتاح وبيكون هناك نوع من النظام. نعم، صحيح، الوحدة الوطنية، وهناك حاجة كمان يمكن يكون أعمق من ذلك في ديننا، يعني ديننا يعالج هذه الأمور بطريقة جميلة جدا لما أمرنا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن هذه أمتكم أمة واحدة. فالقصد التأكيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه المبادئ هي التي تؤسس لوحدة حقيقية بكل ما تعني الكلمة من معنى، لأن الوحدة إذا بنيت على أسس هشة وضعيفة لا تبقى طويلا، يعني لا تبقى طويلا، تمكث فترة وبعد ذلك تنتهي. لكن إذا بنيت على أساس متين من الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، التمسك بدينه، التمسك بشرعه، هذا حيكون أقوى رابط ممكن أن يوحد بين الأمة، وهذا الكلام معروف عبر التاريخ. الأساس المعرفي، الأساس المعرفي نذكر أيضا نفس الشيء، نموذج من البداية ومن الوسط ومن النهاية. نعم، تمام، الأساس المعرفي، لماذا اختار اللغة كشيء أساسي من الأسس المعرفية؟ السبب في ذلك أن المعارف لا يمكن أن تنتقل، والتجارب لا يمكن أن تورث وتنتقل من شخص إلى آخر إلا عن طريق لغة مفهومة. اللغة المفهومة ممكن أن تكون منطوقة عن طريق التواصل الشفوي، ممكن تكون لغة مكتوبة أيضا، لغة مكتوبة مقالية، كلمات عادية وحروف معتادة، وممكن أن تكون لغة رمزية مثل لغة الإشارات، لغة الجسم، لغة البدن، لغة الرموز اللي بترمز إلى مفاهيم معينة. فلازم يكون في هناك للأساس المعرفي لغة ينتقل من خلاله الأفكار والمعارف، غير هيك؟ نعم، يعني يستوعب المفاهيم والمبادئ والنظريات ويتعامل معها بحيث يستخدمها في تفسير الظواهر الكونية ويسخرها من أجل خدمة الإنسان لحل مشكلاته وتوفير أسباب الرفاهية. جميل، يعني هذه النقطة الحقيقة فيها شمول وجيدة، أنه نحن نريد الأساس المعرفي ينبني على أن الإنسان يبحث في هذا الكون ويحاول أنه يستخدم المنهج العلمي ويصل إلى حقائق ومعارف تساعده على الوصول إلى الرفاهية، بمعنى أنه جميع الصناعات اليوم اللي أوصلت البشرية إلى الرفاهية من مكيفات ومن ثلاجات ومن وسائل اتصال ومن رفاهية في كل شيء، هي ناتجة عن إدراك الإنسان للعلوم الطبيعية. لما أدرك هذه العلوم، وهذا يعتبر أساسا معرفيا، استطاع من خلاله أن يصل إلى درجة الرفاهية وأن يستخدم قانون التسخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعه في هذا الكون، أنه الإنسان يكتشف مجاهيل هذا الكون ويستفيد منه معارف مثمرة وعلوما مفيدة وتطبيقات علمية اللي بنسميها تكنولوجيا نافعة للإنسان. الثالث والأخير طبعا. نعم، كويس، يعني النقطة هذه بتتكلم عن إيش؟ يعني نحن في أشياء بتتكلم عن الماضي اللي هو تمسكنا بتراثنا الأصيل، بثقافتنا الأصيلة، وفي شيء بتكلم عن الحاضر، أنه نحن نربي العقلية العلمية التي تنظر للأشياء بطريقة مش عاطفية وإنما علمية وعقلية. الآن بنتكلم عن المستقبل، أنه لازم نهتم كذلك بالعلوم التي تؤسس لمستقبل طيب ولمستقبل مشرف، وفي كثير من العلوم التي تساعدنا على ذلك، العلوم المتعلقة بالحاسوب، العلوم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، العلوم المتعلقة كمان
بدراسات المستقبل. يعني لازم يكون عندنا دراسات مستقبلية من خلالها نتوقع كيف حيكون شكل العالم بعد 10 سنوات أو 5 سنوات. الدول الأوروبية بتهتم بالموضوع هذا كثيرا، يعني لحتى الآن بنلاقي عندهم تصور واضح يطرحونه من خلال بحوث، أنه في ضوء التنمية النمو السكاني حيكون شكل العالم إيش بعد 50 سنة، بعد 12 سنة عام 2025 كيف حيكون شكل السياسات، شكل الحروب، هل ستكون على مصادر المياه أم على مصادر الطاقة أم كذا. فبيكون في هناك دراسات مستقبلية بتستطيع أن تحدد نوعا ما شكل المستقبل، وفي ضوء ذلك المفروض أن الناس تتحرك بحيث لا تفاجأ بكوارث أو تفاجأ بأمور معينة لم تكن أعدت لها العدة المطلوبة. الأساس النفسي، نحن نريد أن نخرج متعلما قادرا على أمور معينة لها علاقة بالجانب النفسي. نفس الشيء نريد يعني نقطة من الأول والوسط ثم الأخير. نعم، كويس، عديها مرة ثانية لأنه أنا ما كنتش ما في بالي. سمات المتعلم أن المعتز بعروبته وإسلامه وهوية الوطنية والمنتظم فيها والمدافع عنها. تمام، يعني الجانب النفسي يأتي من أين؟ يأتي من قضايا معينة لها علاقة بالجانب النفسي. الاعتزاز هذا شيء بالفعل نفسي أو وجداني، التقبل، الرغبة، حب مبادئ معينة، هذا كله شيء متعلق بالجانب النفسي أو الوجداني، أنه الإنسان يكون عنده اعتزاز بثقافته، عنده اعتزاز بهويته، لأنه اللي عنده اعتزاز بثقافته لا يمكن أن يفرط فيها. غير ذلك، إنها نقطة يعني وسطى وبعد ذلك في النهاية. نعم، التفاعل مع أبناء فلسطين أيدينا والده وتوصل إلى أنهم مجتمع مضطرب يعزز الروح الإيجابية والتعاون ويسعد إلى الرفاهية وكذلك التطور والتقدم. تمام، يعني الروح الإيجابية، التعاون، إنه الإنسان يكون عنده تقبل للتعاون مع أبناء وطنه، هذه مسألة مهمة جدا من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة. غير ذلك، نقطة في الأخير، التمسك بحقوق المواطنة والتمسك والمحافظة عليها، هذا كلام صحيح، لكن دائما لما بنذكر الحقوق الأصل أن نذكر معها الواجبات، لأنه بعض الناس يتقن المطالبة بالحقوق، تلاقي صوته عالي جدا في المطالبة بالحقوق لكنه مقصر جدا في أداء الواجبات، هذا كلام لا يصح. الأصل أنه حقوق المواطنة بتقتضي أنه الإنسان بالأول يقدم الواجبات، ما عليه من واجبات، ثم بعد ذلك لا يفرط في حقوقه، إنما المهم في البداية أن لا يفرط في واجباته، ثم بعد ذلك يطالب بحقوقه تماما. هذا الكلام في حياتنا واضح على فكرة، يعني حتى على مستوى الأبناء في البيت، لو كان في واحد من الأبناء مقصر في واجباته وأكثر شيء يلوم الأبوين ويطالب دائما بحقوقه، أنتم مقصرين معي وأنا كل اللي في مستواي عايشين أفضل مني وكلهم يعني يلبسون أفضل مني ومصروفاتهم أكثر مني ومش عارف إيش، لكنه مقصر في أداء الواجبات داخل البيت، مقصر جدا، حتى إنه أحيانا لا يرتب أموره الخاصة داخل البيت. طب هذا لو حاول أنه يطالب بحقوقه والوضع هكذا، كيف حيكون موقف الأبوين؟ حيكون حجة عليه، حيقولوا له أنت يعني بتطالبنا بحقوقك وأنت مقصر في أبسط الواجبات. لكن لو افترضنا العكس، أنه الإبن أو البنت داخل البيت فعلا قائم بكل ما يلزم منه على مستوى الترتيب والنظام الشخصي، على مستوى التعاون في الواجبات المنزلية، على مستوى كذا، وبعد ذلك أراد شيئا، أراد أن يطلب شيئا، بالتأكيد حتكون ردة الفعل إنها متقبلة، وبكل بساطة سيمنح هذه الحقوق. لماذا؟ لأنه أتقن أداء الواجبات، فهو إتقان الواجبات يمهد لتحصيل الحقوق كاملة. لكن نحن في مجتمعات ربما يكون ثقافتنا العامة بتقوم على إنه الإنسان يفتح عينيه دائما على حقوقه، إيش اللي أنا بدي إياه، لكن إيش اللي مطلوب مني؟ قليل من الناس الذي يفكر بهذه الطريقة. الأصل إنه الإنسان دائما يفكر إنه إيش المطلوب مني أنا في البداية، علشان أؤسس بطريقة صحيحة للشيء الذي أعتبره حقا لي أطالب، لكن أثناء أدائي لواجباتي. نقطة أخيرة، اختاروا لنا طيب نقطة في الأساس النفسي نختم بها. من تختار نقطة هيك تكون جيدة؟ نعم، العامل
كويس. طيب الآن سننتقل إلى ملامح الهيكلية العامة للمنهاج الفلسطيني. طبيعي كما ترون نحن عرضنا الأسس بطريقة سريعة، مما يعني أننا لن ندقق عليها كثيرا يعني في أمور التقويم. واضح؟ الآن الكلام عن ملامح الهيكلية العامة للمنهاج الفلسطيني، ملامح الهيكلية العامة للمنهاج الفلسطيني. في هناك لدينا ملامح عامة للمنهاج الفلسطيني من ناحية الفترات الزمنية التي يستغرقها، من ناحية المقومات والصفات العامة، من ناحية المناهج وطرق التدريس التي تصاحبها وترافقها. فحنحاول نتكلم في البداية عن موضوع الفترات الزمنية المرتبطة بالمنهاج الفلسطيني. من ناحية الفترة الزمنية، من ناحية الفترة الزمنية، من تحدثنا شيئا مختصرا عن الفترة الزمنية؟ في فلسطين أو المتخصص في المدارس الفلسطينية يبدأ للصف الأول الأساسي، وهو الذي يبدأ من الصف من السن الخامسة، وتستمر مرحلة التعليم حتى 12 سنة حتى أن يكمل أو أن يختم الصف الثاني عشر، وبذلك يكون معدل العمر للطالب الذي ختم الصف الثاني عشر 17 عاما. كويس، يعني هذا يمثل طموحا بلا شك، هذا بيمثل طموح انه نبدا الدراسه الصف الاول الاساسي يبدا من 5 سنوات وليس من 6 سنوات، لكن هذا الطموح يقف او يحول دونه الكثير من العوامل. يعني الكثير من العوامل، بمعنى انه الهيكليه العامه للتعليم في الوطن العربي بل وفي معظم بلاد العالم هي بتعتمد لا زالت سن السادسه، الصف الاول الاساسي سن السادسه، لكن هذا طموح انه لو دخل الانسان الصف الاول الاساسي من سن الخامسه بنكون وفرنا عاما، هذا ممكن يكون له دور في قضيه التنميه في المستقبل. هذا شيء صحيح انه كسبنا نحن وقتا طويلا، لكن الى الان يعني الى الان الكلام هذا يعني غير مطبق كما هو معروف. مبدا تقديم سن الدخول الى المدرسه، ايش الاعتبارات اللي استند اليها اصحاب هذا الراي؟ يعني الناس اللي قالوا لازم نخليه من سن الخامسة أكيد في عندهم وجهة نظر، في اعتبارات معينة كانت سببا في مطالبتهم بتقديم سن الدراسة إلى سن الخامسة. إيش المستندات، الاعتبارات، الأدلة، الحيثيات اللي ذكروها؟ نعم. كويس، يعني النقطة الأولى هو تأكيد العديد من علماء النفس والاجتماع أنه الإنسان في مرحلة الطفولة المبكرة يكون أقوى على التقاط العديد من المهارات والقدرات المتعلقة بالجانب الحسي أو العقلي. أيضا الإنسان كما هو معروف ويؤكد على ذلك علماء النفس أن الإنسان في مثل هذه المرحلة يشكل الملامح العامة، الملامح الأساسية لشخصيته في المستقبل في مثل هذا السن. فقالوا لما لا نستغل هذا ونبدأ يعني المرحلة الأساسية بسن الخامسة، فنكسب بذلك سنة ونكون تمشينا أيضا مع العرف العلمي الدارج. غير ذلك من ضمن الحيثيات التي ذكرها هؤلاء، في حيثيات عندنا أخرى. نعم. كلام سليم. يعني ايش المقصود بتحاشي هذه الفترة؟ يعني نحن اليوم الابناء وهم في سن الخامسة بيدرسون في رياض الاطفال، لكن رياض الاطفال هل هي كالمدرسة تستوعب جميع من هم في هذا السن؟ بالتأكيد لا، يعني في بعض الناس يدخل ابنه مباشرة الى المدرسة وهذه نسبة لا بأس بها. يعني تحول عوامل كثيرة
بينهم وبين إدخاله في رياض الأطفال، إما مادية أو اجتماعية أو بعد المسكن أو كذا، فبالتالي هو يدخله في المرحلة الأساسية مباشرة. فلو بدأنا المرحلة الأساسية بسن الخامسة بنحل هذه المشكلة، بالتالي بيكون التعليم ملزم مجاني، بينما التعليم في رياض الأطفال لغاية سن الخامسة بيكون في العادة بيحتاج إلى تكاليف كثيرة، ولم يتبنى إلى اليوم على مستوى الدولة أنه يصير ملحق بالتعليم الأساسي. طيب غير ذلك من الأمور اللي كانت مستندات لمثل هؤلاء اللي دافعوا عن رأيهم، هي أيضا الاستفادة من كون المجتمع الفلسطيني مجتمعا صغيرا عمريا، حيث أن حوالي 54% هم الآن دون سن 18. أما أن العنصر البشري أهم المصادر المتوفرة في فلسطين، فإن نجاعة تأهيل هذه الطاقة البشرية بسرعة الممكنة تصبح في صلب المصلحة الوطنية العامة. كلام صحيح، يعني هذه حقيقة بناء على الإحصائيات أنه المجتمع الفلسطيني بيسموه من الناحية الاجتماعية مجتمع فتي، فتي بمعنى أنه الناس اللي سنهم لغاية 18 نسبتهم هي الأعلى، ولو أخذنا الناس ومش بس لغاية 18، لو أخذناهم لغاية سن 45 يعني سن الإنتاج، حنلاقي النسبة أعلى من ذلك بكثير. فبالتالي المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، ومن هنا لو حاولنا أن نستثمر وأن نختصر سنة، السنة هذه سيكون في عنا آلاف، بل ربما يكون مئات الآلاف نستفيد منهم في هذه السنة أمورا كثيرة. الآن تقديم سن الدخول إلى المدرسة لمدة سنة في الحقيقة ليست أمرا سهلا، يعني على مستوى التخطيط والتنفيذ بعض الناس يظن إنها سهلة، إنه خلص خلينا نتخذ القرار وابتداء من السنة القادمة نقبل في سن الخامسة يكون صف أول أساسي. لا، القضية بتحتاج إلى متطلبات الحقيقة وإعدادات صعبة. إيش أهم المتطلبات التي يحتاجها منا؟ خطة تقديم سن الصف الأول الأساسي أنه يكون 5 سنوات، أكيد في متطلبات بنحتاجها. نعم، إجراء دراسة وافية لمرحلة رياض الأطفال من أجل تقنينها بما يتلائم مع مرحلة الدراسة في المنهج. كلام صحيح، إذا المنهج اللي بيدرس الطالب في سن الخامسة في رياض الأطفال سوف ينتهي، بدنا رياض الأطفال تدرس الإنسان، تصمم مناهجها ومقرراتها الدراسية على أساس أنه لسن الرابعة فقط، بعد هيك حينتقل إلى التعليم الأساسي، علشان هيك بيحتاج هذا إلى إعادة النظر في مناهج رياض الأطفال ذاته، لأن الصف الأول الأساسي له منهاج معروف رسمي. غير ذلك إنه حيكون يعني متطلبات معينة، كلام صحيح، يعني المقصود أنه لازم نأخذ في الاعتبار احتياجات الطلبة لما بدنا نعد المدارس. الآن حيكون في عندنا صف إضافي، الصف اللي من سن الخامسة هذا بيحتاج إلى صفوف جديدة، بيحتاج إلى توسع في المدارس، بيحتاج إلى توسع في عدد المدرسين المعلمين، فالقضية ليست سهلة بالطريقة التي نظن. غير ذلك أيوة، كلام سليم، يعني إدخال أنه يكون في هناك في المنهاج نشاطات يقوم بها، أنشطة يقوم بها الطفل، هذا بيكون أفضل، لا سيما اللي في سن الخامسة اللي متعود على اللعب وعلى الأشياء الحرة ومش معتاد على نظام معين. حتى في رياض الأطفال إلى الآن بيكون في هناك ألعاب، في هناك وسائل ترفيه، في هناك نشاطات عملية إلى آخره. غير ذلك في عندنا أشياء يعني حتكون كمان مطلوبة تعتبر من المتطلبات الأساسية، كلام سليم، يعني نحن الآن عندما نعد المعلم معلم المرحلة الأساسية الدنيا اللي عمره 6 سنوات، ومن هنا نحتاج إلى يمكن يكون عمل إضافي مثلا، يمكن يكون شيء آخر في البيوت تقوم تساعدنا بشيء معين، فالقضية في الحقيقة يعني بتحتاج إلى الكثير من الإجراءات. هنا في تقسيم تقليدي ومعروف، يعني بالنسبة لأقسام المراحل التعليمية في المنهاج الفلسطيني، في عندنا من
من حيث الإلزام، يعني المرحلة الإلزامية أو غير إلزامية، عندنا مرحلتان أساسيتان. المرحلة الأولى اللي بنسميها المرحلة الإلزامية، وهي بتمثل أي الصفوف؟ خلينا نجاوب بنظام برضو. نعم، المرحلة يعني من الأول الأساسي إلى غاية الصف العاشر أو التاسع في بعض الدول. بالنسبة للمرحلة غير الإلزامية، نعم، الحادي عشر والثاني عشر، وسوف نعرف ليش بنسميها مرحلة إلزامية ولماذا نسميها مرحلة غير إلزامية. أما بالنسبة للمضمون المقدم للطالب وطرائق التدريس المعتمدة، فهناك مرحلة التهيئة، هذه تمثل أي الصفوف؟ أي الصفوف بتمثل؟ حتى الرابع. مرحلة التمكين، مرحلة التمكين حتى نهاية الصف التاسع. مرحلة الانطلاق اللي هي المرحلة اللي بنسميها الثانوية. طيب ايش السبب اللي بنخلينا نسمي كل واحدة بهذه التسمية؟ بالتأكيد يعني في هناك أسباب هي التي تؤدي إلى هذا الأمر. الآن المرحلة الإلزامية، المرحلة الإلزامية قلنا أن المرحلة الإلزامية بتمتد إلى 10 سنوات كما ذكرنا، من الصف الأول إلى الصف العاشر. إيش المتطلبات من الدولة اللي مطلوبة منها تجاه هذا النوع من التعليم علشان نسميه مرحلة إلزامية؟ أكيد في شيء، في أشياء متعلقة بالموضوع. نعم، تلتزم الدولة في هذه المرحلة بتعليم جميع الطلبة ذكورا وإناثا دون استثناء، وأيضا على الدولة أن تلتزم، أن تلزم أولياء الأمور بتعليم هذه الفئة العمرية، وأن تحاسب من يخالف منهم الذين لا يبعثون أولادهم ليلتحقوا بهذه المدارس. تمام. يعني مع أنه هذا القانون الحقيقة معمول به عالميا، أنه المفروض أنه أي إنسان لم يبعث بأبنائه وهم في سن التعليم الإلزامي إلى المدارس، الأصل أن يساءل ويعاقب قانونيا في عقوبات في الموضوع، لكن هذا الكلام غير مطبق يعني بالشكل العملي في الدول العربية، مع أنه هذا معروف. بينما في كثير من الدول الأجنبية بالفعل تساءل وتعاقب. إذا افترضنا أنه بعض الناس النازحين من جاليات أخرى إلى البلاد الأوروبية وأصر على أنه ابنه لا يريد أن يذهب به إلى المدرسة لأسباب أيا كانت هذه الأسباب، فبيطبقوا عليه القانون وفعلا بيتعرض إلى عقوبات معينة. المرحلة غير الإلزامية إيش أهم ملامحها اللي بيفرق بينها وبين المرحلة الإلزامية؟ نعم، تمتد لفترة آخر عامين دراسيين من مرحلة التعليم العام. أما بالنسبة للدولة، التعليم المدرسي الرسمي يبقى مجانا، والدولة تبقى ملتزمة بتوفير كل ما يلزم الراغبين في التعليم من الطلبة والطالبات، ولكن لا تملك الدولة الحق على أولياء أمور الأولاد في إرسال أولادهم إلى المدارس، بل تشجيع أولياء الأمور على أن يبعثوا بأولادهم إلى المدارس بمختلف الوسائل، ويتم التخطيط والإعداد لهذه المرحلة أنه ليمتد التعليم الإلزامي مستقبلا ويشمل جميع سنوات التعليم الرسمي، وليس سنوات من الأول إلى العاشر، أنه ليشمل جميع هذه السنوات. يعني التعليم غير الإلزامي، التعليم غير الإلزامي المراد به ليس رفع يد الدولة عن الإنفاق على التعليم. يعني معظم الدول أو كلها بتنفق على التعليم في المرحلة الثانوية، لكن يبقى قضية الإلزام القانوني أنه ليس فيها إلزام، يعني لا يلزمون قانونا أنه الأب أو ولي الأمر أن يرسل بالأبناء، لأنه ربما بعد سن التعليم الإلزامي يذهب إلى مهنة معينة، يذهب إلى تعليم فني، ليست إشكالية. فالمطالبة القانونية هنا ترتفع، لكن الدولة لا زالت تكفل هذا التعليم وتشجع عليه. كثير من دولنا اليوم تطمح أنه يمتد التعليم الإلزامي حتى يشمل المرحلة الثانوية، حتى يشمل المرحلة الثانوية تكون مكفولة ماديا وفي نفس الوقت ملزمة من الناحية القانونية، لكن هذا الكلام بالتأكيد إلى الآن يعني ليس هناك ترجمة عملية له. الآن في الأشياء السابقة، هل عندكم أي شيء تضيفونه أو تسألون عنه؟ طيب إذن المحاضرة انتهت، ونلتقي إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.